محدش كان يتوقع النتيجه دي اصلا، نتيجه كبيره. احنا الماتش اصلا سيناريو مشي بنتيجه ان انت خلاص انت بتدور على الخامس والسادس، ده افضل تتويج لشغل تشافي اللي هو بدا بيه في نص الموسم يعتبر بعد كومان. دي احسن نتيجه لتشافي ما كانش يحلم بيها، ولا احسن متفائلين في برشلونه كان يحلم ان احنا ممكن نكسب 4. غيابات ريال مدريد اثرت عليهم اكيد، بس في نفس الوقت تشافي ليه بصمه كبيره ظهرت مع برشلونه، ده ماتش 14 بدون هزيمة، نتائج واضحة سواء في اليوروبا ليج أو في الدوري. الكلاسيكو هيفضل كلاسيكو سواء في نجوم غابت عنه أو تواجدت ميسي وكريستيانو ورحلوا عن برشلونة ريال مدريد، بس الكلاسيكو هيفضل كلاسيكو، النتيجة كبيرة هتفضل للتاريخ أيا كان مستوى الفرقتين. النتائج دي ما بتتنسيش أصلا ما بين الفرقتين. تشافي هيكمل معانا إن شاء الله وصفقات جديدة السنة الجاية، نظهر بشكل مختلف ونرجع تاني لمكانتنا اللي كنا فيها قبل كده. كل ماتش بنكسبه وكل نتيجة بنتقدم بيها في ماتشات في سواء في الدوري عشان نضمن مركز أوروبي نتواجد في التوب فور، دفعة كبيرة لينا الماتشات سواء نابولي أو جالاتا سراي إن احنا نتواصل ماتش ورا ماتش لغاية لما نحقق بطولة أوروبية، سواء لو ما احنا خرجنا من الشامبيونز أي نعم، بس الأوروبا ليج بطولة كبيرة برضو تحقيقها يكون حاجة كويسة في الموسم زي ده، موسم صعب. سبب الهزيمه والله يعني هو واضح جدا، قرارات انشيلوتي طول الماتش ان هي غلط، سواء بالتشكيله اللي بدا بيها علشان يعوض بنزيما ان هو مصاب وما لحقش الماتش، حتى في التغييرات برضو اللي عملها بعد ما اتاخر بنتيجه 2-0 في الشوط الاولاني برضو ما كانتش ايجابيه تماما. الانتشار بتاع اللعيبه، كل حاجه في الماتش دايما كانت غلط. النهارده نتيجه ما كانش حد يتوقعها حتى اكتر واحد متفائل في مشجعين برشلونه يعني. رغم بعد الهزيمه حاسس ان الدوري ممكن يفلت من ريال مدريد؟ والله ما قلت الدوري يفلت لو احنا لسه في جولات اكتر من كده شويه، انما انت بتتكلم في حوالي 8 جولات او 9 جولات فرق 9 نقط، غالبا الموضوع ممكن يبقى صعب شويه. انا اعتقد ريال مدريد لو كسب حوالي 3 ماتشات او 4 ماتشات جايين ممكن يحسم الدوري، هيبقى واقف على ماتش واحد بس، فالموضوع لا ممكن يبقى صعب شويه، خصوصا ان انت دلوقتي المركز الثاني لسه مش معروف هو مين لحد دلوقتي. والله هو طول ما فيش بديل كويس اللي هو احسن من زيدان واحسن من انشيلوتي واحسن من الناس دي كلها، فانا افضل ان هو يكمل مع يبقى ان في صفقات ثانيه احسن من الناس الموجوده، لان احنا شفنا النهارده الدكه بتاعت ريال مدريد ضعيفه ازاي مقارنه بدكه برشلونه. انما لو هو ما فيش خيار ثاني او انت قدامك المدرب الاحسن حتى لو بنفس العناصر فاكيد لا، يعني اكيد بفضل ان هو ممكن يبقى اخر موسم معاه، بس ما يمشيش دلوقتي. يعني فكره ان هو يمشي دلوقتي دي لازم يبقى اخر حل ممكن يتعمل. هي حاجه بترجع للشخصيه زي ما بنتكلم عن شخصيه ريال مدريد في اوروبا برضو، ان فجاه الفريق في اسوا مستوى بيلاعب نجوم العالم وبيكسب برضو، فهي موضوع شخصيه برضو. مش بقول ان شخصيه ريال مدريد ضعيفه، بس هي شخصيه ريال مدريد كده، انا بلاعب برشلونه حتى لو انا احسن بكتير انا ممكن اخسر في الاخر، مش حتى اكسب فريق جون ولا بتاع. في نفس الوقت انا لو عادي مش هقول حتى وحش، ممكن اخسر سكور بسبب ان انا بيدخل فيا جون بتهز، عكس برشلونه اللي بيفضل واقف على رجله حتى لو استقبل جون واتنين بيبقى عنده فرصه ان هو عايز يرجع بالنتيجه يخلص الماتش 2-0 بكتير 2-1. فهي بترجع لمساله الشخصيه في الماتشات الكلاسيكو مش في شكل عام.